بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه، اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن سؤال بيتسال في كل وقت وحين، ايه هو؟ ازاي نكبر ثمره الطماطم؟ ازاي نكبر درنه البطاطس؟ ازاي نكبر ثمره الخيار؟ ازاي نكبر ثمره البطيخ او الكنتالوب او اي حاجه كانت في زراعه الخضروات؟ تمام. اولا عشان نجاوب على السؤال ده، هو حضرتك يبقى لازم تكون عارف ايه، تكون تفرق بين حاجتين. الصغر الثمار ده هو عندك جالك نتيجه ايه؟ جالك نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت اصلا الصنف صفه وراثيه فيه ان حبيته فعلا صغيره. يعني انا مثلا عندي صنف طماطم، الثمار البلحيه في الطماطم كلها ايا كان الصنف بتبقى صغير، تمام. في اصناف طماطم حبيتها كبيره طبيعيه فيها، تمام. لو جينا مثلا على 010 هلاقيها كبيره قوي، يعني حبايه كبيره ما شاء الله. لو جينا على مثلا ال 448 تلاقي حجمها متوسط. لو جيت على ثمره بلحيه مثلا هتلاقي ان هي العقد بتاعها حراري، ولكن هي صغيره، ولكن الاعداد كتيره فالانتاجيه بتاعتها كتير، تمام. اذا فتوضح من الاول خالص صغر الثمره ده جالك منين؟ إيه؟ جالك نتيجه اهمال حضرتك، انك انت ما التزمتش بالري المظبوط، ما التزمتش بالتسميد الكويس، ما التزمتش بمكافحة الامراض، ما التزمتش بالعمليات الفنية على مدار الموسم الزراعة، دي حاجة. او ان الصغر ده هو جالك نتيجة صفة وراثية، تمام. وقلنا طبعا الطماطم فيها كبير وصغير، كذلك الخيار، كذلك الحاجة زي البطاطس مثلا، تمام. هتلاقي مثلا عندنا اصناف البطاطس دائما وابدا الاسبونت هي الكبيره فيهم، تمام. هتلاقي السنتانا مطوله شويه كده ولها غرض معين ان هم بيزرعوها عشان يعملوها بطاطس النص مقليه اللي هي الشرايح اللي بتاكلها حضرتك في ماكدونالدز والجماعه بتوع فارم فريتس، تمام. تلاقي عندهم الكاردينال، وتلاقي عندهم السنتانا، وتلاقي عندهم الدايموند. طب لو دي حجمها متوسطه، طب لو جيت حجم كبير اللي هي بتاعت المائدة، بطاطس المائدة، هتلاقي بصفة وراثية طبيعية في الصنف جدا ان حباية الاسبونتا بتكون اكبر حباية معروفة كبيرة جدا، تمام. لو جيت على اصناف التصنيع زي الهرمس وزي الليدي روزيتا هتلاقي الحباية مكورة كده ومتوسطة برضو، تمام. فنفرق بين الاثنين دول. طيب في الحالة الاولانية في صغر الثمار انت مالكش ذنب فيها، تمام، ولكن انت مفروضة عليك. يعني في اصناف انا زرعتها طماطم انا مش حاببها، ولكن مفروضه عليا درجه الحراره بتاعت كويس، الثمره بتاعتها صلبه، يعني فيها مميزات طاغيه على العيوب بتاعتها، فغصب عني بزرعها، تمام. طيب دي مش جزئيتنا بقى، الجزئيه بتاعتنا هي ايه اللي احنا عايزين نتكلم فيها بقى؟ اللي انا اهملت فيها، ازاي نكبر حبيت الطماطم اللي انا اهملت فيها ديت وطلعت صغيره رغم ان الصنف كويس، وازاي انا هعمل دي عشان ما توترش، تمام. وازاي درنة البطاطس طلعت صغيرة رغم ان الصنف كويس ويعني الاحجام بتاعته كويسة. ازاي ثمرة الكنتالوب عندي طلعت مثلا دون النص كيلو مثلا، تمام، او دون ال 800 جرام او ال 700 جرام، انا عايزها كبيرة شوية، تمام، رغم ان الصنف المفروض يكون كويس. ثمرة البطيخ عندي المفروض هتوصل ل 10 كيلو 15 كيلو، ازاي واصله عندي ال 3 4 كيلو مش راضيه تكبر عن كده؟ دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها، تمام. ازاي ده حصل لك وازاي تعالج الكلام ده؟ هو اول حاجه في القصه ده هي شوف يعني هقول لك حاجه، اللي قال الحكمه دي ولد عبقري، اللي هي ايه؟ معظم النيران من مستصغر الشرر. شفت النار اللي بتلاقيها ديت؟ يعني كده من شرارة صغيرة خالص حصلت كده. الكلام ده معناه ايه؟ نيجي نطبقه على الزراعة، يبقى هقول لك ان معظم النيران، المشكلة اللي حصلت لك الكبيرة دهيت من حاجة صغيرة خالص انت عملتها. اول حاجة الصنف بتاعتك ما اخترتهوش صح. الصنف مالتك ما اخترتوش صح. الصنف حقك ما اخترتوش صح، فحصل اللي حصل عندك، تمام. الشتلات عندك كانت مصابه وكانت حالتها سيئه جدا، فقعدنا شهر نعل فيها
ومره نحط لها بتاع منشط جذور، ومره نحط لها فلفك، ومره نحط لها بلفك، ومره نحط لها فيتامين 33 و57. الكلام ده كلام فاضي يعني، بس انا بقول لك يعني بالتاليف يعني، فاهمني؟ انت العود عندك لو دخل كويس اساسا ما فيش هتعله ولا هتحط له النهارده وحط له كذا، لا هو هينزل على ثالث يوم. لو حفرت عليه هتلاقي فيه شعيرات جذريه حديثه ابتدت تشتغل، تمام؟ اذا فانا ما اهدرتش ايام من ايام الزراعه. عندي طماطم هتجيب لي على 90 يوم مثلا، لو قعدت 15 يوم بالله عليك نقلها طويله من المشتل اساسا، وجيت حطيتها وجيت حطيت الشتله دي، هتقعد قد ايه بالله عليك عشان تشتغل؟ هتقعد وقت طويل. لو انا جايبها فيها عفان جذور او فيها زبون او فيها اي مشكله من مشاكل، هتضيع لي قد ايه؟ هتضيع لي شهر على ما نعالج وتبدا تبقى كويسه. يبقى في الاخر ده هينعكس على الثمره تكون صغيره، تمام؟ طيب لو انا مثلا حصل عندي مشكله ومش عارف اسمك كويس، تمام؟ في وحدات معينه تسميدها يا اخوتي، سواء من التسميد المعدني او التسميد العضوي او الاضافات المعدنيه، او انك هترش رش، الحاجات دي النبات مش متحملها. النبات عندي فيه مشكله مش قادر اعالج النبات، تمام؟ اذا فده هينعكس على ان يكون عندك ثمره صغيره. طيب من الاول خلاص حضرتك انا ما عملتش مجموع جذري كويس، تمام؟ انا ما عنديش مجموع جذري كويس، تمام؟ طيب الجذر ده وظيفته يا جماعه بيمتص الميه، اذا ما عنديش ميه كويسه ضاعت على النبات. طيب الجذر ده وظيفته يا جماعه بيمتص العناصر الغذائيه. طب انا الجذر مش متشعب كده، السماد اللي بضيفه للتربه جزء منه خالص بيتغسل، تمام؟ ليه؟ لان ما فيش شبكه جذريه كويسه تمتص العنصر ده وما تخليش فيه هدر. طب طالما الامتصاص مش كويس، ان كان في 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 الري في في الميه او اذا كان في العناصر الغذائيه، طب بالله عليك لازم يكون عندك الثمره صغيره، تمام؟ طيب اذا يا جماعه الخير، انا عندي ما عنديش حاجه اسمها زرار هدوس عليه كده هيكبر لي الثمره. اللي بقول لك كده والله بيشتغل، وانا ليك نصح امين، هاخد منك ايه؟ ما قلتش حاجه. تشاهد ما تشاهدش، والله يعني انا من اكتر حاجه تستفزني يقول لي انا من مشاهدين القناه، انا ما قلتلكش شاهد، انت براحتك، اذا كان تفيدك شاهدها، ما تفيدكش ما تضيعش وقتك ولا تضيع النت بتاعك في كلام مش هيفيدك، تمام؟ فما فيش حاجه اسمها زرار كده هدوس عليه هيزود لي الثمره بتاعتي. انت عملت ربيت نبات كويس من وان دي، من اليوم الاولاني لاخر يوم عندك، يبقى امورك كويسه خالص. لازم يكون عندك مجموع جذري كويس، مش كل واحد يضحك عليك ويقول لك ده اهو هتضيفه النهارده هيجي لك مجموع جذري كويس، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده خالص، فاهمني؟ في حاجه اسمها ترتيب عمليات زراعيه، انا حرقت كويس، اضفت سماد عضوي كويس، اضفت سماد اساس كويس لو عنده صوبه التربه ضعيفه. ابتديت اخمر الارض بتاعتي كويس، زرعت النبات وبعد 3 4 ايام خربشت حواليه كويس، تمام؟ النبات اشتغل معايا كويس ومفيش يوم بتهدر، مفيش يوم، مفيش تهدير يوم، اصل دول 90 يوم عشان تاخد منهم طماطم، اصل دول 120 يوم عشان تاخد منهم بطاطس، تمام؟ مفيش يوم يتهدر، لا في تسميد ولا فرش ولا في ما تهدرش يوم، تهدرت يوم يبقى ده بينعكس بالسلب يا جماعه على الثمره بتاعتك، تمام؟ ما جيش على طماطم مثلا واسيب التوته بسويتها تاكل الورقه، طب ما كانت الورقه يا ابن الناس الثمره هتتغذى على ايه؟ ما هي الورقه اللي حضرتك شايفها دي هي اللي بتغذي الثمره دي. الثمره دي على فكره ثمره الطماطم، بس الطماطم مش بتاعتنا دي، ثمره دي مخصوصه، تمام؟ طب ما انت انا ما عنديش الورقه دي، الورقه دي مش موجوده عندي، تمام؟ طب ما الثمره دي مش هتكبر، هتكبر ازاي؟ طب الورقه دي كانها البياض الدقيقي في الطماطم. جماعه بتوع المنيا برضه دي شغال عندكم دلوقتي، انا بقول لكم انا قاعد في الكويت اهو، لان ده موال يعني قصه بتاعتي عندكم، فاهمني؟ هيجي ياكلها البياض الدقيق، تمام؟ الحبايب مش هتكبر يا رجاله الا اذا كانها بقى في اخر الموسم هتكبر، تمام؟
النهارده في توت ابسولوت اكلت لي النبات وهو لسه صغير، طبيعي الورقه هتبقى الثمره هتبقى كويسه، مش هتبقى الثمره عمرها ما هتبقى كويسه، اسف تمام، مش كده وبس كمان، لا ده الثمره هيحصل انها مش تسويقيا مش هتبقى مقبوله، عيب تجاري فيها ان هي تلاقيها براصه او لونها بصلي كده مش حمرا الحمار الحلو يعني بتاعنا تمام. فعشان ما حدش ما فيش حاجه اسمها، انا ما بنكرش دور العناصر، انا ما بنكرش دور العناصر ان حاجه زي الكالسيوم تمام الامتصاص بتاعه هيكون جيد هيعمل لك الحبايه هتكون كويس، دي حاجات بديهيه يعني ماشي، بس والبوتاسيوم على راس القائمه، انا اسف البوتاسيوم لان بلخبط بعض دايما بين البوتاسيوم والكالسيوم. البوتاسيوم عندك لو كويس خلاص امورك والله هتبقى كويس، ايه المشكل في كده؟ امورك هتبقى من افضل الحاجات اللي ممكن تشوفها، فاهمني انت؟ لو انت عندك مستوى البوتاسيوم كويس، بس مستوى البوتاسيوم كويس مش ايه؟ اهمله طول الموسم واجي ادوس على زرار البوتاسيوم اهو، ترش سيليكا يا ولد، رش بوتاسيوم نترات بوتاسيوم، رش ايه ده المركب دوت هيكبر لك الحبايه، الكلام ده كله بزراميه، مفيش الكلام ده، فيش حاجه اسمها يكبر لك الكلام ده، الكلام ده لو انت عندك نبات قوي تشترك فيه قوته كل العناصر امورك هتبقى كويس. لو النبات عندك مش حلو انسى انسى القصه ديت، حتى لو هتحط تحت كل نبات كيس بوتاسيوم كامل للاسف الشديد امورك مش هتكون كويسه. لو مستوى البوتاسيوم عندك كويس، مستوى النيتروجين كويس، مستوى الكالسيوم كويس، مستوى الفوسفور كويس، كل مستويات النبات شغال ولاقيها تحت ومتوفره له بوفره ما بيحتاجهاش خالص، او لما بيحتاجها مش ما بيلاقيهاش بيلاقيها موجوده، امورك هتبقى كويسه خالص تمام. يا ريت يا جماعه من الاول خالص تهتم بالنبات، ومفيش حاجه اسمها انك انت هتدوس على زرار اسمه زرار البوتاسيوم هيكبر لك الحبايه، الكلام ده هو مش موجود خالص خالص خالص. اللهم اني قد بلغت، اللهم فجأت. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.